السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكركم على دعمكم ليا في الفيديو السابق، واليوم غنقدم لكم حريشات ديال السميد. عندنا 6 كيسان ديال السميد رقيق، النوعية الجيدة، نص كاس ديال الزبدة مذوبة، نص كاس ديال الزيت، كاس لاروب ديال السنيدة، كاس معامرش ديال السنيدة، كاس ما عامرش بزاف ديال الدقيق، خمارة، فانيا، شوية ديال الملحة، رويس معايير ديال الملحة، قرصة ديال شوية ديال خميرة ديال المعجونة. ما باش نجمعو هاد الحايشات، كنخلو شوية ديال السميد باش نقرصو هاد الحايشات. وعلى بركة الله نبدأ كنخلطو الدقيق مع هاد السميد. الكاس ديال كنخلطو مزيان، خلطوه من بعد كنزيدو الزبدة، قبيسة ديال الملح، كنزيدو الزيت، كنزيدو السنيدة، كنجمعو هادشي، كنجوز نبسبسو بيه هاد الحريشات، خاصة نبسبسوها مزيان باش تدخل الزبدة والزيت في السميد كولو، تتبسبس مزيان باش ننجح ليكم الوصفة. قد ما كانت الزبدة دايرة فيها مزيان، قد ما كتجي الحرشة كتجي مفركة، كتجي زوينة. بعدنا ما ضفنا المقادير كلها، خميرة وأرزة وكلشي، كنزيدو ديك نص معلقة ديال الخميرة، وكنجمعو بالماء، ولكن منحاولش ندير الكوة، منحاولش ندير الكوة، غنجمعوها هكا، غنجمعو بالماء، صافي هكا، منحاولش ندير الكوة. غنجمعوها حتى تجمع لينا العجينة، خاصنا منديكوهاش العجينة، العجينة عاد تجمعها. بعد ما جمعنا العجينة بحال هكا كنخلوها ترتاح شي شوية، بما تشرب شي شوية، بهاد الطريقة شي ربع ساعة وإن شاء الله نطيبوها. بسم الله، بعد ما ارتاحت العجينة كنكوروها على هاد الشكل على حساب المول اللي عندنا، كاين المول قد هكا، كاين المولات كبر من هكا، على حساب القياس اللي بغيتو نتوماي. كتكوروها وكتحطوها في السميد هكا، تمرمدوها في السميد على القياس اللي بغيتو على حساب المول. من بعد كنشدو المقلة، كنرشوها بشوية السميد، المقلة تكون باردة. من بعد كنشدو كل كويرة كنحطوها في المقلة، كنحطو هاد المول الصغيور وكنوركو عليها مزيان هكا، كنوركو عليها مزيان هكا، كنعاودو نديرو تاني التانية، نحطوها حدا مو غادي معاها، كنورك كل ملي كنوركو كندهنو، كنديرو هذا في السميد، كنغطسو هاد السيركل كنديرو في السميد باش ما تلصقش لينا، تجينا مقادة. دابا انا كنرصهم في المقلة كانت باردة، دابا غتشوفو معايا الشكل النهائي ملي غادي نشعلو عليهم وغادي نطيبوه. بعد ما يكونوا طابوا هاد الحريشات من التحت غنقلبوهم على جهه الاخرى شويه، بسم الله، وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الحريشات ديالي. هو الشكل النهائي ديالنا ديال الحريشات، نتمنى هما يعجبوكم
ودعموني بجيم وبارطاج وكومونتير.